طيب تعالي نشوف مثال عشان نطبق على كل الكلام اللي احنا قلناه. فأول حاجة بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي vapor produced when the pressure on saturated liquid water is suddenly reduced during a constant enthalpy process is called flash steam. ايه الحكاية؟ بيقول لي ان الفيبر ده ممكن انا احصل عليه من خلال عملية. لو انا عملت ايه؟ لو انا خفضت الضغط على مية حالتها ايه؟ saturated liquid هي نقط F، والعملية دي suddenly بتحصل، فبالتالي انا اقدر اعمل بشرط ان انا احقق حاجة اسمها constant enthalpy، يعني process الضغط الانثالبي فيه من واحد لاتنين هتبقى هي constant enthalpy. بيسموا العملية دي حاجة اسمها flash steam او flashing. Because it occurs so quickly that part of the liquid appear to flash بيتبخر يعني into vapor. فهو بيقول لي determine the final temperature and steam quality produced as the pressure on the saturated liquid line كان ضغطه 2 ميجا باسكال والضغط اللي احنا رايحين له suddenly reduced to 1 ميجا باسكال من 20 بار ل 10 بار مرة واحدة. دي المسألة. طب فين الرسمة؟ فالأول أعرف السيستم بتاعي. واضح إن احنا بنتكلم على زي ما هو راسم لي كده، أدي closed system أهو أو open system أهو. أنا عندي تانك وهعبر من تانك لتانك عن طريق محبس. التانك التاني أهو عندي من تانك رايح لتانك. الفلو ده بيعبر التانك الاولاني، يبقى كده بنتكلم على اوبن سيستم. لو هبص لهم على بعض حاجه واحده في الحاله دي بقى خلاص احنا بنتكلم على كلوز سيستم. لكن تعالى تخيل ان هما تانك بيودي على تانك وهيل التانك ده والتانك ده، فده عند ستيت وهيروح لستيت جديده. طيب هو هنا وهو بيتكلم على ماده اسمها ايه؟ يبقى كده شوف احنا عرفنا اول حاجه السيستم. الحاجة التانية هنعرف البروسيس حالتها ايه، فهو قال لي اتش كونستانت، هو مسهل لي، فده ما عادش افكر ولا اخمن، لا ده هو قالها لي صراحة ان اتش كونستانت. طيب الحاجة التانية ان المادة اللي بتعامل معاها ايه، لا ده هو قال لي بيتكلم على مية يعني بيور سبستانس، مديني شوية بروبرتي اهي، مديني بريشر، مديني حاجة اسمها اكس بزيرو اللي هي ايه، ما هو قال لي ساتوريتد ليكويد لاين، فانا عشان كده عرفت ان اكس بتاعت ستيت 1 بتساوي زيرو. طب اكس 2 انا ما اعرفش، طب هي ممكن تبقى ستيم ولا حالتها ايه؟ هعرف دلوقتي. ومديني الجدول ده بتاع ساتوريتد ايه؟ ووتر. او انا ممكن ادور جوه جداول الستيم. قال لي ايه بقى؟ انها هتتنقل من ضغط 2 ميجا باسكال الى ضغط 1 ميجا باسكال. طب فين الرسمه بتاعتي؟ لو بصيت على الرسمه اهي اتفقنا ان ادي النقطه رقم 1 هرسم ايه؟ هرسم تي مع اس مثلا. وبالتالي 1 ميجا باسكال عندي وضغط بتاع 2 ميجا باسكال عندي. السؤال بقى 2 ميجا باسكال ده محل هندسي هيقطع خط تاني اللي هو ايه؟ ساتوريتد ليكويد لاين اللي هو اكس بكام؟ اكس بزيرو. فين اكس بزيرو؟ او الخط ده قطع مع بعض فين؟ في نقطه رقم كام؟ 1. جميل كده انا عرفت نقطه 1. فلازم الاول بيبقى عندي سكتش للمساله، اللي اوت للجهاز نفسه او الاجهزه اللي موجوده او السيستمز اللي عندي، وبعدين برسم سكتش للبروسس نفسها تمت ازاي على تي في دايجرام او تي اس او بي في، او ممكن تبقى وات ايفر شكل الدايجرام عامل ازاي، بس لازم ارسم البروسس تمت ازاي، كونستانت ايه ولا مشيت ازاي، عايز اعرف. طيب وبكده احدد النقطه ستيت 1 وستيت 2 وستيت الدايجرام ده بحدد عليه الستيتس ستيت 1 وستيت 2 وهكذا. فكده بقى انا عندي ستيت 1 اهو عرفتها. اتحرك ازاي من ستيت 1 لستيت 2؟ الحقيقه ان هو مشي من ستيت واحد دي اللي هي عند كام؟ عند في الجدول ده هو بتاع الساتوريتد بيقول انها ساتوريتد ليكويد لاين، فانا عشان اجيب نقطه واحد ادي 2000 كيلو باسكال، خد بالك من التحويلات، 2000 كيلو باسكال اللي هي بتمثل 2 ميجا باسكال. انا هنا بيقول لي ايه؟ البروسس دي هتتم كونستانت اتش، فانا مهتم بانهي بروبرتي اللي هي الاتش من الاخر. طيب النقطه دي اسمها نقطه مين؟ نقطه اتش كام؟ نقطه رقم واحد دي اللي هي اتش اف. طيب اتش اف ده اللي هو قيمته كام؟ اهو اتش اف اللي هي الحته دي. طيب وبعدين هو هيحافظ على قيمه الاتش اف دي،
بس ده هيروح لفين بقى؟ هيروح لضغط جديد اسمه كام؟ اسمه ضغط 1 ميجا باسكال، اللي هو كام يعني 1000 كيلو باسكال. فهتنقل من النقطة دي إلى نقطة رقم 2 وبحافظ على الاتش مالها كونستنت. مش مشكلة دلوقتي شكل بروس عامل ازاي، المهم هتنقل من 1 ل 2، فأدي نقطة. ده كان في الآخر سكتش، فين 2 بالظبط؟ واضح إنها جوه منطقة الميكتشر. جميل. طيب يبقى هروح فين؟ لازم أدور عليها في الجداول. أهي أدي نقطة اللي هي 100 كيلو باسكال، سوري 1000 كيلو باسكال، اللي هي تمثل 1 ميجا باسكال. طيب انا بدور على مين؟ على اتش اف اهو. واضح ان اتش اف الاولانيه اكبر من اتش اف مين؟ الثانيه اللي هي النقطه دي، وفي نفس الوقت هي اكبر من هي اتش اف اهي، واقل من اتش جي من النقطه دي. يبقى كده انا قارنت ما بين نقطه 2 عشان اعرف هي فين. فانا قارنت بين نقطه جي ونقطه اف على الضغط الجديد، فواضح انها ان بتوين يعني في منطقه الميكشر. طب اجيب الكلام ده ازاي؟ اولا انا عرفت انها هي واقع على خط اللي هو بتاع 1 ميجا باسكال، اللي هي بيناظر كام؟ ال 1 ميجا باسكال بيناظر كام كتمبريتشر؟ بتناظر اهي 179.8 اللي هي حوالي 180 درجه مئويه. وممكن استخدم القانون دوت اللي هو ال H2، سيبك من الرقم دلوقتي، H2 ده اللي هي بتمثل مين؟ الرقم ده، ده المفروض H2. ليه؟ لان احنا قلنا H1 و H2 كونستنت، فالرقم ده عندي اللي هو 900 وكام؟ و80. طيب يبقى انا كده عندي عند الكيس ال 2 ديت، انا عندي ايه؟ عندي H2 هي نفسها H1، و H1 انا عارف قيمتها بكام؟ 908. 908 طيب، والقانون بتاعي بيقول لي اتش اف في اكس زائد اكس في اتش اف في جي. طيب انا عندي قيمه مين عن الضغط الجديد اللي هو 2، اللي هو ضغط ال 100 كيلو، ال 1000 كيلو باسكال، او ادي اتش اف 762، وعندي اتش جي 2700. لو اطرحهم من بعض هيديني الرقم ده اللي هو 2014.6 ال HFG. ايه المجهول في المعادلة دي؟ ال X. هقدر اطلع ال X. يبقى كده انا جاوبت على السؤال اللي هو بيتكلم عليه. طيب نيجي لكمان